هنتكلم النهاردة على موضوع شائك ومهم جدا لفئة كبيرة من الناس. الموضوع ده اللي هو جراحات السكر. ايه هي جراحات السكر؟ جراحات السكر هي الجراحات اللي بتعالج مش بس مرض السكر، ولكن برضو بتعالج مرض ارتفاع الضغط واضطراب الدهون، اللي هي بنقول عليهم كلهم كده مع بعض حاجة اسمها متلازمة التمثيل الغذائي، اللي هي الميتابوليك سندروم. عشان كده الاسم الثاني والأكثر دقة لجراحات السكر هو جراحات التمثيل الغذائي أو جراحات الأيض. العمليات دي بدأت بملاحظة بسيطة جدا، هو إن بعض المرضى كانوا بيعملوا تحويل مسار، وبعد كده في خلال أيام تلاقي إن السكر اختفى تماما. يعني اختفى تماما يعني السكر معدله في الدم اتظبط، وتاني حاجة ودي الأهم، المريض وقف الأدوية بتاعته سواء كانت إقراص أو إنسولين. الملاحظة دي كانت ملاحظة فارقة في تاريخ الطب، لأنها حولت مرض السكر من مرض لا يمكن الشفاء منه إلى مرض يمكن الشفاء منه، ودي حاجة كان أمل لكثير من الناس على مر العصور. هل الجراحات دي مفيدة؟ أكيد طبعا مفيدة، لأنها بتعالج مرض السكر بنسبة شفاء تصل إلى 96%. النسبة دي ليها وايد رينج، يعني تتراوح من 72% ل96% على حسب نوع العملية وكفاءة الجراح. بتشفي مرض الضغط المرتفع برضو بنسبة تقترب من 85%، وكذلك برضو مرض ارتفاع الدهون. فهنا بنتسأل، يعني كل اللي هيدخل يعمل العملية دي هيخف؟ لا، بعضهم هيخف تماما والبعض هيتحسن. يعني ايه يتحسن؟ يعني بدل ما هو كان ماشي على جرعة انسولين 70 و80 وحدة، ممكن ياخد 10 وحدات في اليوم كله، او ممكن نشفته على اقراص، وده في حد ذاته بيبقى نقطة مهمة جدا لمريض السكر. هنا بنتسأل سؤال، هل عمليات السكر هيها عمليات السمنة؟ الاجابة ولا. ان عملية تحويل المسار ممكن تبقى من جراحات السكر وممكن تبقى من جراحات السمنة. لا، لان تصميم العملية والمقاسات اللي أنا بستبعدها في الأمعاء بتختلف ما بين مريض سمنة ومريض سكر، لأن أنا ممكن أعمل عمليات جراحات السكر لمريض ما عنده سمنة خالص، وهو ده لب جراحات السكر.